وفي العاشر من محرم وعلى الرغم من التحديات الأمنية، غصت شوارع وباحات الضاحية الجنوبية لبيروت بالحشود الغفيرة المشاركة في المسيرة العشرائية المركزية لحزب الله. وبعد تلاوة المصرع الحسيني في مجمع سيد الشهداء، انطلقت المسيرة من الرويس باتجاه الجاموس وصولاً إلى ملعب الراية في صفير، تتقدمها فرق اللطم والفرق الكشفية، حيث أطل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله شخصياً على الجماهير، موجهاً سلسلة رسائل داخلية تمحورت حول ضرورة استمرار الحوار القائم في مجلس النواب وأهمية انتخاب ممثل حقيقي للشعب، داعياً القوى السياسية كافة إلى عدم المراهنة على الخارج وتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم ووطنهم. لا يوجد اليوم ولا في المدى المنظور أي بديل آخر عن طاولة الحوار الوطني القائمة الآن. نحن في لبنان أصحاب قرارنا، نحن نصوت لمن نشاء، ننتخب لمن نشاء من نشاء، نقبل بقانون الانتخاب الذي نشاء. لا يوجد أحد في هذا العالم يفرض علينا قراراً. تقولون عنا نعطل انتخابات الرئاسة أو غير انتخابات الرئاسة، ونحن أيضاً نقول عنكم أنتم تعطلون انتخابات الرئاسة لأنكم تمنعون انتخاب الممثل الحقيقي والصحيح والمناسب للرئاسة في هذا البلد. لبنان اليوم متروك لزعمائه ولأحزابه الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة. وتوجه نصر الله إلى المحرضين بالقول: نحن حزب ولاية الفقيه سادة عند الولي الفقيه، وانتقد الإهمال السعودي والتقصير الذي تسبب بحادثة منى. وندعو مجددا إلى التحقيق في هذه المجزرة الرهيبة وإلى عدم نسيان هذه الفاجعة الكبرى مهما طال الزمن. وأعلن الأمين العام لحزب الله الاستمرار في الجهاد ضد الحرب الأمريكية، مؤكدا مواصلة الجهاد في وجه المشروع التكفيري وهزمه كما هزمت إسرائيل.